في الفيديو ده نبين لكم كيف تبعدوا من تلاف الدود في وقت خزانين ليبيا بعد التلقي. ده بيكون بخزانين ليبياك في القنابل الأري ما تدخل فيهم. بروتشيتس هو بس الدود البتل في ليبيا. الدود بيساي النقار في ليبيا يمتى بينقص طولة ونظافته وما بخلي ليبيا بكبر. كان خزان ليبياك في القنابل الري ما تدخل فيهم كثير من الدود الباغي البكتو ليبياك بموتوا وتقدر تخل ليبياك آفل الأكل كسيني ولا للسوق. كما عند القنبل ده تقدر تستنفى بل كلا أو روبا يابسي وتنسد أديل كلا بد تلك قدر القنبل. كبر الكلا أو الروبا كان شيء كلا يبقى 5 لتر. الهلو ده كبرها واجب إلك 10 لـ20 لتر. مهم جدا القنابل التنتنفى بهم سبت بما استنفى بهم وما لهم وسخ البضر الناس وما لهم دينه للوتائر ولا كم ما صبوا في مغني الدود. فينشان فضلت الوسخ ديني ولا المغني الدود ما بينقسل وبضر آفية الإنسان. تقدر تضم ليبياك لتشر 6 كاملات كان القنابل بيوم ما فكه وكان تستنفى بليبياك لكسوني كان كيف كلا كان ضميت لوقت أطول من هدى حلوة لتا تنبقس. الليبيا البتنفو بيع للأكل بس وما للكسيني اللي بيكون خزنة لوقت طويل التدورة. ده بيكون كان شيء كلا لتشير ولا هد سنة. كان كيف كلا كان فكيت القنبل واجب تبدأ أكلة وواجب تتم قبل في دورات شيئة. كدرت خزن ليبياك في القنابل على الريمة تدخل فيهم واجب تسو الأشياء ديلا. بالبداية يبس الليبيا زين في الهراء فوقتن فول ولا برش أزرق أنا روبا مشان تفكر يسوي إيال دقاك. بعد هدى أزل الليبيا واحدة واحدة وسل التلفان. ألقى لك قنبل يابس نظيف وصب الليبيا في لبه. كبر القنبل بيكون من 10 لـ20 لتر. هتقول بيكون من 10 لـ20 كيلوغرام من ليبيا. بعد كمليت القنبل هز زين يمتى الليبيا تشد اندسة زيد الليبيا كان في بكان. مهم جدا القنابل إمالها زين وأري شيء بس تفضل كان خليت بكان كثير الدود ما بموت. كان يقن بالليبيا اندسة زين سد السدادة بجكاء المارني هل الليدة يقن بجكاء المارني ما عندها قد وتقدر تطنها على تنيني. قفل سدات القنبل أديل وليبياك بيكون آفة من الدود. فكر ودس علامات في القنابل المقفلات وبالوقت البستنفو بالليبيا لما عاش ولا لكسيني. كان يقن بالغنابل المقفلات يتفكهن كان شيء كلا يحدي شهر واحد فينشان أي دود كلا بيموت. مهم جدا الغنابل هنا ليبيا دولة لبدأ يتفكهن إلا كان دورت ليبيا للتراب ولا للأكل ولا كان تبيع. كان فكيت الغنابل ولا الكلاء اللي تلقى تدخل فيها والدود بلقى بأيل. يا تنسى كان الليبيا بيستنفو بيها للأكل تقدر تخزنها في القنبل على الوقت التدورة. كان كيف كلا كان جهزت الليبيا للهرات ده يتضم لوقت يفوت تشر 6 في الغنابل. كان تبيت الدروب ديلا تنجى من الدود البتلف الليبيا بعد التلقط. ده بيكون ليبيا كثير ليك ولإيالك شت للأكل. ليبيا النظيف وعند درجة وبس بيجيب طمن كثير في السوق والكسيني الزين من الليبيا بيجيب منفعة الزراعات.